صعيب بزاف. واش هادشي غير الدليل حد ولا نبقاو في العمليات؟ اني ما كرهتش، انا ما عارفاش، ما عرفتش فين غنمشي ولا فين غنجي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في مدينة الجديدة، تلقي اتصال من عند الأخت أمال جرنان، عدد كبير من المغاربة متبعينها ومتبعين المحتوى الراقي اللي كتشتغل عليه. مشاهدينا الكرام، لأول مرة أمال تريد أن تتواصل مع الرأي العام وكذلك أنه تحكي لهم القصة ديالها. مشاهدينا الكرام، أمال عندها 40 سنة، أعطاها ربي جوج وليدات، عندها الزوج ديالها، العشق ديالها في المحتوى الطبخ والجمال، بعض الإشكاليات في الحياة في حوالي سنتين غتغير لي الدنيا شيئا ما لما هو أسوأ. تبعوا معايا. أمال أنا جيت لعندك. أمال غادي تعاودي لي القصة ديالك من الأول. ملي تزوجتي كيف جاتك الفكرة أنك ديري قناة؟ القناة ديالك تبارك الله طالعة، عندك متتبعين كتار. اليوم أول مرة غتروي القصة ديالك حتى في الحاجة اللي أنت عارفها وأنا عارفها والرأي العام غيشوفها معنا. تفضلي. أول حاجة السلام عليكم، شكرا بزاف أنك لبيتي الدعوة، بارك الله فيك، وتحية كبيرة للمتابعين ديالك. الفكرة كيفاش جاتني باش درت اليوتيوب؟ أنا منين زاد عندي الوليد ديالي آدم، قبل كنت خدامة، يعني أنا استيتيسيان، وملي جلست في الدار بغيت ندير شي حاجة اللي تعاوني، لأن قبل ملي كنت خدامة يعني كنت خدامة باش نعاون بطبيعة الحال بحال أي مرأة مغربية كتعاون دارها كتعاون الزوج ديالها. صافي جاتني الفكره، بما انني كندير هادشي ديال الطبخ، يعني كاع المحيطين بيا قالوا لي امل علاش ما ديريش قناه، انت تبارك الله كديري داكشي زوين هكا، السيد تفيدي هكا الناس. صافي الحمد لله درت قناه، مشات الامور مزيانه، وصلت ل 100 الف تقريبا في اقل من 6 شهور، يعني كان كل شيء مزيان. هتبقي معايا في الطبخ في المحتوى ديالك، شكون اللي علمك الطبخ؟ الام ديالي هي اللي علمتني الطبخ، خصوصا كل ما هو تقليدي، وداك الشيء يعني الطبخ العالمي تعلمته من يوتيوب يعني والمواقع بحال الاغلبيه ديال الناس. نعم، انت الاصل ديالك انت في جديده، ولكن الاصل ديالكم انتوما من وزان. من وزان، من المدينه ديال وزان. انا زياده وخلق في مدينه وزان. نعم. وعشت هنا في المدينه ديال جده تقريبا 20 سنه. نعم، تفضل. وكيف ما قلت لك يعني كانت الامور عادي، يعني كنت خدامه مزيان، قناتي مزيانه طالعه، ما كاين حتى شي مشكل، حتى جا المرض ديال بنتي اللي طبيعه الحال قلب لي الموازين ديال حياتي، يعني حياتي تقلبت رأسا على عقب. المرض ديالها كان بمثابة واحد النقلة في حياتي، شي حاجة اللي صعيبة بزاف. المرض ديالها شكل لي صدمة، يعني هاد المرض ديال السرطان للأسف كل شيء كيعتقد انه بعيد، ان حتى شي واحد ما غيقيسو، يعني لدرجه اننا ما كنذكروش سميتو، كنقولوا المرض الخايب وكنتفاداو اننا نهضروا عليه، في عين هو قريب. فملي اكتشفت المرض عند بنتي يعني تصدمت، تقريبا شهر ونص ما صورت حتى شي حاجه في يوتيوب، حتى قالت لي صاحبتي صديقتي وزميلتي هنا في يوتيوب سيام الراجدي، قالت لي امل لا انت دايره هاد القناه كتخدمي بها، ما يمكنش تقتلي قناتك بهالطريقة هادي. قبل ما نمشيو للقناة غادي تعاودي ليا، البنية دابا عندها 15 سنة، غادي تعاودي ليا كيفاش اكتشفتي المرض ديالها وكيفاش والأبعاد ديالو، التشخيص الطبي شنو تيقولوا هنا في المغرب، فين مشيتي بها، فين وصلت الآن، عاودي ليا كل شيء على المرض ديالها. المرض ديالها يعني بالنسبة لليسين أو للسامتوم، بنتي بقات كتضر ركبتها عادي، هذاك الشيء علاش انا فكرت ندير فيديوهات توعويه، لان هذا المرض ما معروفش، وحتى الاعراض ديالو اعراض بسيطه، يعني بالنسبه لاي ام غتقول ولدي فيه روماتيزم مفتوع، هادشي اللي غادي تقول. بنتي بلا الركيبه ديالها كضرها، ملي كطلع كفطروج كتكون عليها، ديتها عند الطبيب خرج لها الدواء شرباته ولات لاباس، فات الحال، عاوتاني رجع ناض عليها الحال، هي ديك الطبيب عطاني ندير لها اي غام، ملي درنا اي غام خرج عندها كونسير. يعني كيف ما قلت لك كان الوقع ديال الصدمه كبير بزاف، لان انا ما اعتقدش بصفه نهائيه ان بنتي غيكون عندها هذا المرض. فكيف ما قلت لك بدات واحد
بحال قلتي المرحلة ديال ما قبل المرض ومرحلة ما بعد المرض، لأن السرطان كيغير لك حياتك بغيتي ولا كرهتي. أول حاجة الجانب النفسي، يعني كيكون واحد كنعرفوا أن هذا المرض هذا عنده علاقة وطيدة بالموت، كنسموه السرطان يعني الموت، يعني واخا يكون كاين العلاج وهذا ضروري ما كتسيطر عليك هذيك الفكرة. وكيجي طبيعة الحال الجانب المادي، لأن هذا المرض هذا كل شيء كيعرف أن العلاج دياله مكلف بزاف. يعني حنا كموظفين، يعني الزوج ديالي انا موظف، يعني الطبقه المتوسطه بحال اغلبيه المغاربه كنعيشوا عيشه متوسطه على قد جهدنا، دونك ما كناش دايرين بحساب يعني مرض عنده مصاريف بهذا الحجم. يعني كتسمعي 5000 درهم 3500 درهم 3800 درهم، كنا كنوصلوا في المصاريف حتى ل 10000 درهم في الشهر، وانا اصلا الزوج ديالي كيتقاضى في الشهر قل من هذاك المبلغ. يعني واحد كيف ما قلت لك مرحلة كتمشي من مرحلة ديال ما قبل المرض وما بعد المرض. هنا غادي تساعديني باش نعرفوا اكثر المرض. يعني اللي فهمت انا انه السرطان عنده في العظم في رجليها. السرطان ديال العظام. مزيان، انا مشيت للطبيب عطاك لي ريم، شرح لك، عطاك التشخيص، الحلول، العمليات، ممكن ينجح، واش معروف عندنا في المغرب ولا شيء ما نادر هذا المرض؟ عاودي لي على المرض. المرض طبيعة الحال تقريبا نادر قليل بزاف، سميتو اوستيوساركوم او الساركوما العظميه. انا ما كانت عندي عليه حتى شي فكره، يعني حتى اكتشفته عند بنتي وقرات عليه عاد عرفته، وهذاك الشيء علاش انا درت الفيديوهات باش نوعي الناس به، والحمد لله بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى والفضل ديال داك الفيديوهات ديالي 6 ديال الامهات اللي اكتشفوه عند الاطفال ديالهم، اللي حتى هما كانوا نفس المعاناه ديال بحال بنتي، يعني الحريق وداك الشيء وما كانوش عارفين شنو كاين حتى شافوا الفيديوهات ديالي وعرفوا شنو كاين. هنا غنسولك سؤال اخر، قبل من التصوير قلتي لي بلا درتي لها عشرات العمليات، تقريبا كيفاش؟ درت العمليه الاولى، درت البيوبسي باش كياخذوا واحد شويه من داك المرض باش يديروا التحليله وداك الشيء باش يعرفوا واش سميتو واش يعني خابت ولا حامض، يعني خرج خابت. هذه اول عمليه. من بعد العمليه الثانيه ديال استئصال الورم يعني قطعوا له طرف ديال العظم، لان هاد المرض هذا كينشا في العظم، دونك قطعوا له تقريبا 12 سنتيمتر من العظم ديالها، وهذاك 12 سنتيمتر عوضوه بواحد السيمه ميديكال، يعني دايره بحال شكل ديال السيمه، يعني ريتامه سميتو تكمل لي سيونس ديال الشيميو. يعني انا من بعد العمليه درت في الاول 9 ديال لي سيونس ودارت العمليه، وجات من بعد ثاني درت 14 حصه ديال الشيميو. فمنين درنا 14 حصه ديال الشيميو، الطبيب ديالها ديال المعالج ديال العظم اقترح علينا نديرو الزرع. درنا العمليه الاولى ديال الزرع سميتو الحديد تهرس، ماشي غنقول العمليه ما ناجحاش، انا ما عارفاش، انا ماشي طبيبه. المهم تهرس الحديد المره الاولى، وتهرس الحديد المره الثانيه، ودابا راه حنا عاودنا العمليه للمره الثالثه على التوالي. هنا القرار الاخير ديال الطب في المغرب، واش هادشي غير دليل حد ولا نبقاو في العمليات؟ صراحة أنا ما عارفاش، أنا ماشي طبيبة. أنا ملي كنسول الطبيب كيقول لي هادشي اللي كاين، ولكن ملي كندخل اليوتيوب كنلقى يعني عمليات أخرين، كنلقى خصوصا أنا بنتي دابا كتواصل مع بنيتات في العالم عبر العالم، بنيتات اللي تاهما عندهم هذا المرض، يعني داروا عمليات من نوع أخر. منين أنا استشرت الطبيبة ديالها قالت لي هذاك الماتريال ديال داك العمليات ما عندناش هنا في المغرب. فأنا ما أنا صراحة ما عارفاش، وما كانش شي واحد اللي يرشدني أو يعاونني. يعني الا كان علاج خارج المغرب ما كرهتش، لان انا بنتي تكرفصت، بنتي عاودت العمليه بزاف ديال المرات، والبلوك صعيب، ما تبغي حتى شي واحد كطلع من البلوك فواحد الحاله غليه خايبه. يا رب تبارك الله، 15 سنه مدرسه، كيفاش ما كتمشيش المدرسه كتقرا عن بعد؟ يعني كاينين ديزاكتيفيتي اللي كيشوفوهم الامهات انهم روتينيين، يعني لازال الامل في برا، الى البنيه مشات لبرا تقدر الدواء. انا ما كرهتش، اكيد راه الطب برا راه متقدم، يعني هذه حقيقه ما غاديش نبدلوها. ما كرهتش شي واحد اللي يعاونني، ما كرهتش. انا ما عرفتش فين غنمشي ولا فين غنجي. هنا كيقول لك هذا الشيء اللي كاين، ولكن حنا ملي كنشوفوا برا كاينين عمليات من نوع اخر، كاينين يعني كاين دي بروتيز، كاين حديد اللي هو ادابتابل، يعني كي من حد البنيه كطوال، وداك الحديد حتى هو كي يعني ادابتابل كيطلع وكينزل. انا دابا داك الحديد بنتي عي كطوال كيدوز واحد شويه كيعواش كيتهرس، كنضطروا نعاودوا العمليه. دابا حاليا العمليه الاخر اللي دارتها، يعني دابا بنتي ملي كتمشى كنشوفها بانت لي، يعني بدات ثاني رجلها بدا بحال كيفرك واحد شويه، ملي كيبدا رجلها يفرك واحد شويه تما كيكون الحديد بدا كيعواج، يعني كاينه واحد
إمكانية كبيرة أنه يعاود يتهرس. بقى عندي سؤال على الزوج، مسكين هو شرحتي لي الوظيفة ديالو على قد الحال، إنسان بسيط الله يوفقه يا ربي. بحاله بحال أغلبية المغاربة، الطبقة المتوسطة ديال المغاربة. وشنو كيقول هو على الأمور تا هو، شنو الرأي ديالو؟ وشنو غادي يقول؟ انا وراجلي كنتعاونوا انا وياه، يعني بزاف كيقول لي ما كتجبديش راجلك، راجلي انا كنخلي معاه الوليد، حيت انا بنتي ملي كنت كتمشي لدير الشيميو كانت كتوسبيطاليزا 5 ايام، يعني انا كنت كنبقى غايبه على الدار 5 ايام، وعندي وليد صغير لقيتها باش تصاب تجنت بالمرض، ولدي الله يرحمه عنده 4 سنين، يعني ولدي باباه اللي كان كيبقى معاه هو اللي كيقابله هو اللي كيدير كل شيء، فبحال قسمنا المهام، انا كنقابل الدريه كنمشي معاها لكازا وهو كيبقى في الاخر، يعني حنا معاونين بحال هكا، وانا ديما انا اللي مع بنتي في كازا، لحقاش انا طبيعه الحال بنتي بنت، يعني انا هي يعني انا كامرا خصني نكون مع بنتي، ما يمكنش باه يمشي معاها، لان ملي كتوسبيطاليزا راه كتولي في واحد الحاله اللي ميؤوس منها، يعني انا اللي كنبدلها، انا اللي كنهزها، انا اللي كنمشيها، انا اللي كندير الطواليط، انا اللي كندير لها كل شيء، دونك ما يمكنش باه يكون معاها، فاحنا قسمنا المهام، هو كيبقى في الدار مع الدري، وانا اللي كنكون مع بنتي. اللي فهمت انه حتى في القناة ما بقيتيش كتفعليها بالشكل ديالها، ولكن يعني التأثيرات النفسية على الابنة كانت هي السبب انك ما بقيتيش كتعطي في المحتوى، في الطبخ، في الحلويات، في الجمال، يعني المسألة ديال لي برودوي اللي كتشتغلي عليهم، بحكم انك انت في الاول ديال كنت كتخدمي في هذا الشيء. القناة ضرات وانت ضريتي انطلاقا من واقعة الابنة، صحيح؟ طبيعة الحال القناة ديالي ضرت بزاف، لأن ما بقيتش كنخدم فيها، أول حاجة ما كاينش الوقت، ثاني حاجة ما كاينش ما عنديش المورال باش نصور، لأنني خصوصا بنتي ملي كانت كدير الشيميو راه كتجي في واحد الحالة، أصلا داك ال5 أيام اللي كندوزو في كازا كتكون صعيبة، بنتي كتكون مهلوكة، يعني راه بنتي كنشوفها كتموت، يعني كتمشي وكتعاود ترجع، كنبقى نطلب الله أنني غير نعاود نديها معايا حية. وملي كنجي تاني للدار كتبقى ديك 3 ايام الاخرى ديال السيمانه كيخصني نطيب انا الماكله ديال 5 ايام اخرى اللي غادي تجي ديال السيمانه الاخرى، لان بنتي راه كانت كتمشي كل سيمانه لسميتو، دونك ما بقاش عندي الوقت فين 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 نصور، وحتى ملي كنصور ما كنلقاش الدعم، ما كنلقاش، يعني الناس ما كيتفاعلوش مع الفيديو، وانا في امس الحاجه للدعم، انا ما كنكذبش عليك، انا ما كنرضاش، يعني كنزل الفيديو وكنمشي كنقول للناس رانا محتاجه الدعم ديالكم وصافي، يعني ما كنقدرش نطلب شي حاجه اخرى، ما كنت كنكره بزاف. الله يوفقك يا ربي، والرساله واضحه، وانا غادي نتبع معك ان شاء الله، ويا ربي سبحانه وتعالى يكتب لك انك تفرحي بهذه البنيه وتصح ان شاء الله يا رب. امين يا رب العالمين، امين. شكرا لك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا قصه كتالم صراحه، اخت امال شرحت القصه ديالها، وهذه هي العفه ديال المراه المغربيه صراحه. تزوجات، عندها جوج الوليدات، الزوج ديالها موظف، قالت لي ما لا انني نضخ دماء جديده في الاسره، نساعد الزوج ديالي باش نعيشوا في واحد الحياه سعيده، شانها شان اي مغربي ولا مغربيه، الا ان القضاء والقدر له راي اخر. دارت القناه، عندها الوليد 6 سنوات ادم، وعندها جنات اللي هي 15 سنه، كتكتشف مرض السرطان في جنات، غيرت ليها الامور لما هو أسوأ. العفه ديالها محتوى راقي بطبيعه الحال، وشرف للمغرب والمغربيات مثل هذه النماذج. مشاهدينا الكرام، القصه ديالها كتالم، النداء ديالنا لجل المغاربه، ارجوكم نساعدوها في القناة ديالها اللي غادي نوضع الرابط ديالها في أسفل الفيديو، وكذلك غنوضع رقم الهاتف ديالها باش يتواصلوا مع المغاربة. مشاهدينا الكرام، لتنوير الرأي العام أكثر في الموضوع، بغينا نساعدوا الأخت وفق المستطاع، وكذلك النداء ديالنا للمغاربة اللي في أوروبا، اللي بطبيعة الحال مستوى عالي، فيهم أطباء، فيهم دكاترة قادرين أنهم يشخصوا الوضعية ديال الإبنة ديال أمال، لما لا أنه الدواء إن شاء الله ودير العملية في أوروبا. أمال كما قلت في السابق، لي شخصيا شرف أن أتناول مع هذا الموضوع، نظرا للرقي الحوارات ديالها والمحتوى ديالها، وكذلك زاوية المعالجة اللي كتوضع اللي كتشرف بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع القصة ديال أمال، وسوف أوافيكم دائما بالجديد. غادي نوضع رقم الهاتف ديالها والرابط القناة ديالها، غادي نخليها تقول الاسم. القناة ديالي أمل جرنان على الاسم ديالي. الاسم ديالها والكنية ديالها هي اللي واضعة في القناة، وتنتمنى أنه المغاربة يتفاعلوا معها ويساعدوها في الظرفية الراهنة، من أجل أننا نقضوا جنات بشكل كبير، لأنه التشق المالي مهم في الموضوع.
الدعم ديالكم والتفاعل مع القناة ديالها غادي يخلق ليها شيئا ما عائدات اللي تقدر تساهم وتساعد في مرض اللي هو صعب، مرض السرطان. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع لهذا الملف وسوف أوافيكم دائما الجديد فيما يخص أمال والابنة ديالها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.